It's showtime. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ معاكم ادهم جمعه، والنهارده معانا فيديو الفود. انا لعبت فود، لسبب واحد. اولا انتوا بتجيلوا في الستريم وتقولوا لي العب فود العب فود، وزنيتوا عليا كتير. وبالمناسبه اللي مش عامل فولو للستريم، اللينك بتاعه في الديسكربشن. بنستريم جوائز على الاقل كل خميس، وبنستريم حبكات بتنزل في الاسبوع وفي العادي الفود، لكن الفتره دي انا موقف فود. فالنهارده لعبنا فود عشان نجيب ال15 وين بالفريق الفرنسي عشان يطلع لنا البيكات. البيكات موجوده في الفيديو، في ايكون باك موجوده كده في النص في الفيديو، في كل حاجه موجوده في الفيديو. فيعني دي مناسبه كده حلوه يعني، ومش عارفه تتكرر ولا لا. فيا ريت ننزل نعمل لايك، مش عاملين سبسكرايب، يا ريت نعمل سبسكرايب. الحاجات دي بتفرق قوي 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 مع القناه. واسيبكم مع الفيديو. عاملين ايه ريكورد؟ يا طب ما والله مش عارف، هما 8 وينز بس والله مش عارف. طلع زمبروت ليه؟ عشان الفرنساوي. نروح ثيو يا عم. ثيو مش ليو. كله برتقال. ثيو تحكيم ماكسيمان الجولد، ماكسيمان الجولد، ماكسيمان الجولد ده الجليش، ماكسيمان الجولد بلن. صد دي يا لهوي يا كاكا. ايه يا حبيبي يا كاكا؟ هشوطها في اليمين. بصوا ده الجليش، بصوا ده الجليش، ما بصوش، بصوا الناحية التانية. طبعا دي جول. دخلت. كنت عارف. خدت يا معزه، حرك الحارس صح. في حاجه انت بتعيط؟ ايه عندك حاله وفاه يعني في البيت؟ انت بتعيط؟ ساب الماتش وتعيط؟ انت هتشلوني الريكورد. هعرف دلوقتي ثانيه. 8 وينز من 14 ماتش، يعني 8-6. في فاصله وانا عملت ريتش كوت مرتين. نورث ويست بويز. 16 مش لاعب 14. يا لهوي ده ريكورد وحش قوي. ميسي بو اريولا. هو بقى ده اريولا، ده اخر يقع على التوتا، ده اللي اريولا بيعمله. ميسي ده الجلش. يا سلام استلامه ويلف ويحط، اسطوره يا جماعه. مكلي مكلي. ايوه سحب سحب. ثانكيو جراسياس. ده داخل بيلعب مع فرنسا ولا قرف؟ ده داخل مستمد. النحله. ديمبلي 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 ديمبلي. حماري. انا الحمار، انا الصراحه الحمار. ايه اللي انا عملته؟ انا نسيت الفيفا. ادهم ارجع ارجع يا ادهم، ارجع يا ادهم ارجع. ايوه كويت. ده اوه بوم. سيب الماتش سيب الماتش سيب الماتش سيب الماتش. ايه انا ما عملتش ابديت للريكورد. طب بقول لكم ايه، احنا هنخبي ال، احنا هدفنا 15 وين، مش مهم الماتشات عشان البرستيجي بس قدام الستريمرز الاصدقاء. كل واحد جايب لي اليت وانا جايب 10-8. ما يصحش يا جماعه يعني. تخيل يو دالكليش. بوم 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 بوم. بطرة بيوقع المدافعين. امسكوا الكرة يا جماعة، اصل الاستحواذ بيكسب الماتشات اصلا. انت كويس؟ قول لي انت كويس ولا لا؟ انت كويس ولا لا؟ انت كويس؟ انا بس عايز اطمن عليك. اللي يضيع ايه؟ اللي يضيع بيعمل ايه؟ بيقبل. يا سلم لي على منشيني بقى. 11 وين 0 لوس. اي ام ذا بيست، اي ام ذا جوت. طبعا انت وضعك يعني، انت ايه اللي انت عامله ده؟ سمعت عن كيمستري؟ بو الونادي لو جت فيها بكايه. برجلك يا ميسي يعني، انت هتستعبط. هنجيب حسام عوار يرفعها، هنجيب مكل اللي ورا، ونعملها ار 1 وزرار رفعه، ونعمل كده ونظهر كده اهو، ومنطين
جايبين كرة في العارضة وحسام عوار هيحطها في الجول. ايه ده؟ ايه ده؟ جابها ازاي دي؟ ايه يا ميسي ده؟ ده انت بتسوحني. يخرب بيت القرف. وخد دي يا ماسي، اديها لناني. ناني. اوه يا نو 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 بليز 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 بليز، مش في دقيقة 90. ايه حكم؟ ها مين هيتخاذل؟ نيمار. نيمار نيمار بيتخاذل. ها مين دور مين؟ مكلاي مكلاي. لازم اجيب لكم راجل من الدفاع. الله على كابتن جمعه. روح هات بقى. نيمار ده اسيست لنفسه. يخرب بيتك نيمار اللي استلم. اخلط ازاي؟ اخلط ازاي؟ ما اعرفش، انا مستفز. بكايه بكايه بكايه. طب تعالوا نعمل بريدكشن بما ان انتم موجودين وان انتم يعني اجدع ناس. بريدكشن 200,000. حاضر، هنفتح الايكون باك بعديها. اوه الناس مراهنه على لس. كل اللي مراهن 200K ولس هيكسب غالبا. يلا بسم الله. انا عارف ان ما فيهاش حاجه، لكن كلهم اقل من 200,000 صح؟ هناخد اعلى ريتنج طبعا. واحده بريدكشن ثانيه على الايكون باك. اه بتاعت الفوت. اوكي تعال نفتح. اوه بنزيما. نايس بنزيما صح؟ ايكون باك هولندا. ام ماندر سار ده فوق 300,000 اعتقد. هي طبعا مش احسن باك، لكن مش اوحش باك برضه. فوق فوق فوق. نرجع لاخر ثلاث مباريات. صلاح عثمان ابوس ايدك. شكرا. قول يا حبيبي. والله انا بنبسط قوي كل ما تيجي الاستريم. هاي هاي يا اخوي. هاي بنبسط والله. سيب الماتش. والله عادي من دي، مش فارقة معايا. والله العظيم فارقة معايا. ممكن اسيب الماتش. اصل ده تراي هارد وانا مش عايز اتراي هارد. شايفيني يعني جاي اهزر. ميسي. ليتس جو. يا ليه اوفسايد يا دلجلش؟ في ايه؟ حاجة وسخة الصراحة يعني. اجيب جول وترد عليا؟ ماشي شكرا. اوه حكم 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 حكم. انت ما بتصفرش، اعمل لك ايه؟ ايوه كده يا عم. يا ساتر. معلش السكوت ده من كتر التركيز ورخمت الماتش. جي جي ان شاء الله يعني. حكم انت مالك انت يا ريولا؟ انا ماشي بالكرة، انت مالك بتاخدها مني ليه؟ مش شغلتك انت خالص. اتفضل عشان انت تقعد تهبط. جي جي. تو وينز تو وينز تو جو. اه ده مش مهتم بفرنسا، ده ايطالي وهيقرفني. بنلعب عليها تشيكي توك غالبا. هتشتغل. يب هتكسك هتكسك هتكسك. alright والله العظيم تستاهل، والله العظيم تستاهل عشان انت لعيب توكسيك. اه عدالة السماء. عشان تحرم بس عشان تحرم. ال 2 2 اكس ده هكتشف دي ايه صح؟ ما لحقتش اعملها. مشي مشي خد اللي فيه نصيب. ماشي ان شاء الله ده هيبقى اخر ماتش. لو كسبنا ده يجي لنا البكايه الاخيره.
جول فاضي يعني. انا بلعب اكن جول فاضي بقى ريولة ده. طب اعمل ايه طيب؟ انا اعمل ايه طيب يعني؟ ووو شكرا. واحدة بواحدة واحدة بواحدة واحدة بواحدة. ما اسمعش صوتك دبلة. شوط شوط ونفتح بكاية ونخلص. قول خلاص. عوار لينا نخلص. سب الماتش. لقد حققنا الفوز رقم 15 والبكاية الأخيرة اللي هننهي بيها الستريم إن شاء الله. نام بريدكشن 200K or less. واو إن شاء الله 98% اللي مصوتين 200K or less خسروا. ماشي يلا بسم الله الرحمن الرحيم. وهوبا شو ماونت. الحظ الخرا يستمر. وبس يا جماعه ده اللي حصل. والله اكسبيرينس احسن من المتوقع. كنت مبسوط عشان بقى كتير ما بلعبوش ومش بحتك معاه فكنت عادي مبسوط جدا. بس فالحمد لله يعني. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ولو وصلت لحته دي في الحلقه يا ريت تنزلوا تعملوا لايك مش عاملين سبسكرايب. يا ريت تنزلوا تعملوا سبسكرايب. كان معاكم ادم جمعه. اشوفكم في حلقه تانية قريب. سلام.